فرق معايا كده يوسف يا شباب، يوسف يا عمر يا شباب، سامعيني يا يوسف يا عمر، أحمد يا وليد، ملك طنجة هو خثيلة بن لمزم ولا يونان الغماري ولا زهير بن قيس؟ ملك طنجة هو يوليان الغماري. استشهد عقبة ورفاقه على أرض تهودة ولا الذاب ولا قمونية؟ أحمد وليد، أحمد وليد، استشهد عقبة ورفاقه على أرض تهودة. يا يوسف سامعني؟ أحمد وليد، إن شاء الله أشوف. دلوقتي بقى طب ما أنا هو بسأله ما فيش حد بيرد. هما كده قافلين مايك وماشيين. طب يعني أنا أسجل كده؟ آه كمان. استشهد عقبة ورفاقه على أرض تهودة ولا الذاب ولا قمونية؟ على أرض إيه؟ تهودة. استشهد أهل أدنى لملاقاة عقبة عند قمونية ولا وادي سهر ولا طنجة؟ وادي سهر. انطلق جيش كبير لفتح إفريقيا مكون من البربر ولا الروم ولا العرب والبربر؟ العرب والبربر. كان ملك نقط لا يضمر شرا للمسلمين، فزان، طنجة، والدان. ملك ايه؟ طنجة. رأت كاهنة جبال أوراس ضرورة عقد صلح مع عقبة ولا محاربة عقبة ولا اللجوء إلى حيلة للقضاء على عقبة؟ اللجوء إلى حيلة للقضاء على عقبة. تولى نقط مصر بعد وفاة عمرو بن العاص عقبة بن نافع ولا معاوية بن حديج ولا معاوية بن أبي سفيان؟ اللي تولى مصر بعد وفاة عمرو بن العاص هو معاوية ابن حديج. معركة المصير هي معركة فزان ولا ودان ولا الذئب؟ معركة المصير هي معركة الذئب. كانت الراحة لعقبة في التنقل بين البلاد ولا جمع الأموال ولا أداء الصلاة؟ أداء الصلاة. الخليفة الذي كلف عقبة بفتح إفريقيا، يوسف معايا؟ ايوه ميس، طيب يلا جاوب بقى يوسف، أنا بنادي عليك من زمان. الخليفة معلش الذي انا كلف عقبة، النت عندي وحش قوي. معلش، الخليفة الذي كلف عقبة بفتح إفريقيا هو عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا معاوية بن أبي سفيان؟ معاوية. معاوية بن أبي سفيان. الاسم القديم للقيروان هو أدنة ولا تي هارت ولا قمونية؟ قمونية. قمونية. وجود جيش من النساء في جيش أدنى هدفه إعداد الطعام ولا تشجيع المقاتلين ولا إسعاف المصابين؟ إسعاف المصابين. لا، تشجيع المقاتلين. النساء كانوا بيشجعوا الرجال على محاربة المسلمين. القوط ماشي. هم سكان الأندلس ولا الشام ولا مصر؟ الأندلس. القوط هم سكان الأندلس. ركز عقبة رمحه وقال هذا قيروانكم. كانت هذه العبارة إشارة الانطلاق بتنظيم الجيش ولا تمهيد الأرض لإقامة البناء عليها ولا إعداد الأسلحة؟ تنظيم الجيش. نعم، تنظيم الجيش أول واحدة ميس. تمهيد الأرض لإقامة البناء عليها، تمهيد الأرض لإقامة البناء عليها. طيب
يبقى ركز عقبة ربح وقال هذا قيروانكم، كانت هذه العبارة إشارة الانطلاق بتمهيد الأرض لإقامة البناء عليه. لم يعلن ملك فزار رأيه في الدخول في الإسلام لأنه كاره للإسلام، ولا وثني لا يؤمن بالأديان، ولا منحاز لأهله؟ منحاز لأهلي. لا، لأنه كان وثنيا لا يؤمن بالأديان. وثني لا يؤمن بالأديان. فوجئ ملك فزدان بعقبة يوبخه ولا يكافئه ولا يطمئنه؟ يطمئن. يطمئنه. توجه المسلمون بعد معركة أدنى إلى فتح القيروان ولا فزدان ولا طنجة؟ بتهيألي طنجة. طنجة. أخلف عقبة على نقط على القيروان قبل أن يغادرها، معاوية بن حديد ولا زهير بن قيس البلوي ولا بصر بن أرطعة؟ لا مش عارف، دي مش عقبة استخلف زهير بن قيس البلوي على القيروان قبل أن يغادرها. ماشي؟ عارف. تمام. طيب، سهر عقبة مع أولاده يحدثهم عن الاستشهاد ولا الجهاد ولا كلاهما صواب؟ كلاهما صواب. كلاهما صواب. ضريبة الدفاع المفروضة على أهل فزان قدرها نقط بعير 300 ولا 360 ولا 350؟ 360 على أهل فزان. اللي على ثلاثمائة أهل وست فزان 300 بعير. بص يا يوسف، أهل فزان الضريبة اللي فرضت عليهم كانت 300 بعير، أما أهل ودان كانت 360. يبقى فزان. فزان 300، فزان إيه؟ 300. 300، فزان 300. تمام؟ تمام. طيب، مدينة وليلي تسمى اليوم قسطنطينية ولا تيهارت ولا قصر فرعون؟ هتسمى إيه يا يوسف؟ تيهارت لا، مدينة قصر وليلة فرعون. بتسمى اليوم قصر فرعون، بتسمى اليوم إيه؟ قصر فرعون قصر فرعون. عندما يعني انطلق لسه ما عقبة ذكرتش لفتح لسه البيت الجزء الأخير ده ميسي. فين؟ مدينة وليلة تسمى اليوم قصر فرعون. عندما انطلق عقبة لفتح الزاب كان عمره 60 عاما ولا 62 عاما ولا 63 عاما؟ 60 عام. كان عمره 62 عاما. 62 ايه؟ عام. 62. 62. كان عنده 62 سنة. تمام؟ تمام. طيب، حذر يوليان الغماري عقبة ابن نافع من فتح السوس الأدنى ولا القسطنطينية ولا الأندلس؟ السوس الأدنى. لا، يوليان الغماري حذر عقبة من فتح الأندلس ونصحه إن هو يفتح السوس الأدنى والسوس الإيه؟ الأقصى. تمام؟ تمام. ايوه، ملك طنجة. ماشي؟ يبقى يوليان ماشي. الغماري حذر عقبة من فتح الأندلس لأن قوة أهل الأندلس من القوت بتفوق عدد جيش عقبة آلاف المرات، ونصحه إن هو يذهب إلى السوس الأدنى والسوس الأقصى ويقوم بفتحهما. ليه؟ لأن هما دول من البربر وهو خبير بالبربر ويعرف إزاي ينتصر عليهم. طيب، يبقى هنا الإجابة هتبقى حذر يوليان الغماري عقبة من فتح الإيه؟ الأندلس. من فتح الإيه؟ الأندلس. الأندلس. أذن عقبة لجيشه بالعودة إلى القيروان وأبقى معه نقط مقاتل 300 مقاتل ولا 400 ولا 500؟ يلا يوسف، 300. كم؟ 300. عقبة أذن لجيشه بالعودة إلى القيروان وأبقى معه 500 مقاتل. أصل أنا لسه تمام؟ ما ذاكرتش الفصل الأخير ده يا ميس. ماشي خلاص، يبقى عارفها بقى. بعد معركة أدنى أصبح الطريق إلى طنجة ميسورا ولا شاقا ولا ملتويا؟ ميسورة.
ميسورة. بقي عقبة في برقة حتى عام 47 ولا 48 ولا 49؟ 49. 49. استبعد عقبة من الجهاد نقط سنوات، 3 سنوات ولا 5 سنوات ولا 7 سنوات؟ معلش يا ميس، هو السؤال بتاع المقاتلين اللي بقوا مع عقبة. مالهم؟ حضرتك قلتيلي أبقى معاه 500، في اه الشيت اللي احنا أخدناه مكتوب 300، 300 أغيره؟ مقاتل. آه هو ده كده في الفصل اللي قبل الأخير. آه أنا معايا شيت أصلي، فأنا براجع الأسئلة 300. مكتوب. اه هي الإجابة 300. أيوه، معلش عفوا، الإجابة 300 مقاتل. تمام تمام، هزم تمام عقبة لجيشه بالعودة إلى قيروان وأبقى معه 300 مقاتل. معلش التبس عليا الأمر، بس عشان كان في حاجة تانية فيها 500. بعد معركة أدنى أصبح الطريق إلى طنجة سهلا يسيرا. ميسورا. ميسور بقي عقبة في برقة حتى عام 47 ولا 48 ولا 49؟ 49. سنة 49. استبعد عقبة من الجهاد 3 سنوات ولا 5 سنوات ولا 7 سنوات؟ 5 سنوات. كم؟ السمعة. خمسة. عقبة استبعد عن الجهاد 7 سنوات. سبعة. 7 سنوات يا يوسف. ها؟ تمام ماشي يا ميس، معايا؟ معاك معاك يا ميس معاك. طيب، صمم عقبة، صمم عمرو بن العاص بعد عودته إلى مصر على تأجيل الفتوحات ولا مواصلة الفتوحات ولا إلغاء الفتوحات؟ مواصلة الفتوحات. مواصلة الفتوحات. زاد تعلق البربر بعقبة خوفهم منه ولا حسن معاملته لهم ولا كبر سنه؟ الحسن معاملته له. حسن معاملته لهم، برافو عليك. مكان القيروان قديما كان مليئا بالسباع والأفاعي ولا الكنوز والجواهر ولا الغاز الطبيعي؟ بالكنوز والجواهر. لا 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 لا، بالأفاعي. مكان بالأفاعي. القيروان كان مليء بالسباع والأفاعي. أيوة كان بالأفاعي. مليء بالسباع والأفاعي، وظل هذا المكان بعد ما المسلمين نظفوه ظل 40 عاما لم تدخله حشرة أو أفعى. تمام؟ يبقى تمام مكان القيروان كان مليء بالسباع والايه والافاعي. والأفاعي. المدينه التي وجدها عقبه ما زالت على الاسلام ولم يرتد احد منهم هي برقه ولا فزان ولا قيروان؟ قيروان. قيروان يمشي. المدينه التي وجدها عقبة ما زالت على الإسلام ولم يرتد أحد منهم هي مدينة برقة. هي مدينة برقة. ماشي يا يوسف؟ ماشي بس معلش، بس هو المراجعة ظلت دي في القيروان خالية من الوحوش والأفاعي مدة 30 ولا 40 ولا 50 سنة يا يوسف؟ 50 عاما. بس معاك والله يا يوسف. 50. علي صوتك شوية. 50. يا يوسف أيوة ميس، حضرتك يلا سامعاني؟ جاوب. 50. اه المدينة التي وجدها عقبة وما زالت على الإسلام ولم يرتد أحد منها، قلنا برق. ظلت برق. القيروان خالية من الوحوش والأفاعي مدة قد إيه يا يوسف؟ 50. 40 سنة. مدة أربعين. إيه؟ 40. 40 سنة. القبيلة التي بدأ عقبة أعماله الحربية بها سنة 41 هجرية هي فزان ولا لواتة ولا ودان؟ فزان. فزان. إيه إجابتك يا يوسف؟ فزان. لا، هو عقبة بدأ أعماله الحربية بالتوجه إلى قبيلة لواتة. عقبة بدأ أعماله الحربية بالتوجه إلى قبيلة لواتة. أعاد عقبة تنظيم الجيش في أثناء إقامته في مدينة الذئاب ولا طنجة ولا القيروان؟ ازاي؟
لا، لما قعد ينظم الجيش صفوف الميسرة وصفوف الميمنة والقلب أو الوسط، ده كان في طنجة؟ الذئب ولا في طنجة، ولا هو كان موجود في القيروان؟ في القيروان؟ في القيروان. كاهنة جبال أوراس بالنسبة لعقبة صديقة ولا عدوة ولا حليفة؟ حليفة. هي كانت عدوة له، كانت عايزة تتخلص منه، بدليل إن هي أمرت أولادها بردم الآبار في الطرق اللي بيسير فيها عقبة وجنوده، فهي كانت عدوة ليه. ماشي. تمام. الخليفة الذي كلف عقبة بفتح إفريقيا هو عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا معاوية بن أبي سفيان؟ معاوية. معاوية. معاوية ابن أبي سفيان. دفع ملك ودان ضريبة الدفاع وقيمتها، نقط بعيد لسه قايلينها من شوية، قلنا فزان كان كذا وودان كذا، ودان كان بعير؟ 360. ودان 360 بعير، ودان 300 وإيه و60 بعير، لكن فزان كانت 300 بعير بس. ماشي. تمام. يبقى هنا إجابة السؤال ده، دفع ملك ودان ضريبة الدفاع وقيمتها 360 إيه بعير. الدين الإسلامي يمنع نقط بالأسرى، التعديل ولا التنكيل ولا التساهل؟ التنكيل. التنكيل. غنم عقبة مغانم كثيرة من معركة أدنة، معلش أنا جاوبتها بقى. أصبح جيش عقبة يهز البلاط البيزنطي فيه، القيروان. قسطنطينية ولا القيروان ولا طنجة؟ القيروان. قسطنطينية. المكان اللي اختاره عقبة لم يسكنه أحدا من البربر ولا الروم ولا كلاهما صواب؟ البربر. لا، الروم. البربر والروم، لم يسكنه أحدا من البربر والروم، هما الاتنين مع بعض. ماشي. أنهى عقبة حياته الحافلة بالبطولات بالموت مريضا ولا الموت شهيدا ولا الموت على الفراش؟ موتوا على الفراش. لا، عقبة مات في أرض المعركة على أرض تهودة لما معلش، كان أنا ما بيحارب. ذكرتش الجزء ده خالص. ماشي، يبقى الموت شهيدا. الموت ايه؟ شهيد. شهيدا. امر عقبه جنده بعد معركه ادنه بجمع المغانم ولا اخذ قسط من الراحه ولا استئناف الفتوحات؟ استئناف الفتوحات. لا، هو بعد فتح ادنه اداهم، قال لهم خدوا قسط من الراحه، والراحه دي كانت بالنسبه لعقبه هي اداء الصلاه، يبقى اخذ قسط من الراحه. فكر عقبة في فتح الأندلس حتى يجعلها دولة واحدة مع المغرب ولا مصر ولا الجزائر؟ المغرب. المغرب. فتح عقبة بن نافع السوس الأدنى ولا الأقصى ولا هما معا؟ هما معا. استقبل ملك طنجة، ملك طنجة ده كان اسمه إيه يا يوسف؟ كان اسمه صعب. ليان الغمام. يوليان الغماري. يوليان الغماد. يوليان الغماد. ملك طنجة اللي هو يوليان الغمادي استقبل عقبة وجيشه في معبده الخاص به ولا مكتب خارج المدينة ولا قصره المطل على البحر؟ قصر المطل على البحر. يوسف. أيوة ميس، في حد تاني معانا. يوسف وائل. قصرها المطل على البحر. طيب انت بتفتح المايك وتقفله ليه؟ ما تخليك معايا فاتح على طول وما تجاوبش لما انا اقول لك. يبقى في قصره المطل على البحر. بنى عقبة في القيروان مسجدا ولا قلعة ولا قصر؟ يلا يا يوسف. يوسف عمر. مسجدا. مسجدا. يوسف وائل. تبعد فزان عن ودان مسيرة نقط أيام، 7 ولا 6 ولا 8؟ 8. 8 أيام. انتهى بناء القيروان في عام 45 هجرية ولا 50 ولا 55 هجرية؟ 55. 55 هجرية، واستغرقت عمليات البناء 5 سنوات. طيب أكمل. المدينة التي أنشأها عقبة هي نقط وكانت تسمى نقط، هي إيه؟ هلا يوسف وائل. هي كانت تسمى القيروان، المدينة نفسها كانت المدينة نفسها هي مدينة الإيه؟ قيروانية. القيروان، كانت مدينة القيروان وكان اسمها
قمونية. ماشي. نادى عقبة: أيها الجند، طهروا هذا المكان من نعت ونعت يوسف عمر. من السباع والأفاعي. من الوحوش والأفاعي والسباع. من الوحوش والأفاعي والسباع. نصح يوليان عقبة بعدم مواجهة نعت لأن قوتهم عظيمة والتوجه إلى نعت. بعدم مواجهة مين؟ القوت. عدم مواجهة القوت. عدم مواجهة القوت لأن قوتهم عظيمة والتوجه إلى سوس الأقصى والأدنى. سوس الأدنى والسوس الأقصى. طيب يوسف عمر: المكيدة. لا دي مش هتعرفها، خليك يا يوسف يا واحد. المكيدة التي دبرتها كاهنة جبال أوراس لعقبة وجيشه هي ردم الآبار التي في طريق الجيش الإسلامي. ماشي، ردم الآبار. يوسف عمر: تعد مدينة نعط عاصمة الزاب. يوسف عمر: مش عارف يا ميس. مدينة ايه؟ يلا يا شباب عشان عندي حصة بس. الزام. ممكن السؤال تاني؟ طيب تعد مدينة نعط عاصمة الزاب. الزاب. تعد مدينة أدنى عاصمة الزاب. تعد مدينة أدنى عاصمة الزاب. استخلف عقبة على مدينة القيروان نعط. استخلف مين؟ يوسف وائل. عقبة استخلف على القيروان نعط. يوسف يا عمر. مش عارف. لا لا. عقبة استخلف على مدينة القيروان زهير ابن قيس البلوي. زهير ابن قيس الايه؟ البلوي. البلوي. ماشي، شكرا لكم، هنكمل المرة الجاية. شكرا يا ميس. عفو. شكرا يا ميس. عفو.